تأمل معي هذه المواقف وقل عجب، عجيب أنك ترى ساعة في طاعة الله طويلة مملة، ثم في المقابل أنت تجلس 90 دقيقة في ملعب كرة القدم، بل وتفرح إذا كان هناك وقتا إضافيا. عجب، عجيب أنك لا تستطيع أن تقرأ جزءا واحدا من القرآن، ثم في المقابل أنت تقلب الجرائد والمجلات لساعات طويلة. أمر عجيب. عجيب أيضا أنك لا تستطيع أن تجلس ساعة واحدة في المسجد لخطبة أو محاضرة، ثم في المقابل أنت تجلس ساعات وساعات أمام الشاشات والقنوات. أليس بالأمر العجيب؟ عجيب أنك لا تستطيع أن تحفظ سورة من القرآن، ثم أنت في المقابل تحفظ القصائد، تحفظ الأشعار، بل حتى الأغاني والألحان. عجيب. ثم العجيب أيضا أنك تريد أن تكون من أهل الجنة. الأعجب أنك تريد أن تكون من أهل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن في المقابل ماذا عملت حتى تكون من أهلها؟ ماذا عملت حتى تكون من أهلها؟ فما نيل المطالب بالتمني؟ لا زلت مصرا على ترك الصلوات، لا زلت مصرا على ارتكاب المعاصي والمنكرات. نهارك نوم وكسل، وليلك غفلة وفشل.